طيب تعالى بقى نفتح الكلام في المجموعة الثالثة، والمجموعة الثالثة بتضم الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا. بداية كده شايف حجم المنافسة بين الأربع أسماء دول هيكون عامل إزاي في المجموعة؟ أرجنتين، مكسيك، بولندا، السعودية. بالظبط كده. سيب الأرجنتين على جنب، لأن الأرجنتين داخلة يعني حياة أو موت. ده دول يستحقوا نبتدي بيهم. حياة أو موت. تعالى تمام، نبتدي نبدأ بيهم بالأرجنتين. حيث ميسي، وقد يكون ده المونديال الأخير ليه. وقد يكون، وهو قال إنه ده المونديال الأخير طبعا. ليه، قد يعني ممكن يرجع في كلامه، لأن هو قبل كده اعتزل دوليا ورجع أيوه. قبل ما يحقق الكوبا أمريكا اللي فاتت. ممكن يرجع في كلامه لو ما حققش كأس العالم، على أمل إن هو يحققها في البطولة اللي بعدها. ولكن أنا بشكل شخصي، على الرغم من أنا ما بشجعش الأرجنتين، بس بس السن أنا ايه؟ هيبقى وصل ل 40 كده خلاص. لا، هيبقى 38 السنة اللي بعدها، هيبقى 38 تقريبا، فيعني هيبقى لسه قريب. الفكرة في الموضوع إنه أنا أتمنى إنه ميسي ياخد البطولة، لأنه إضافة كبيرة جدا لتاريخ كرة القدم إنه ميسي يتحط جنب مارادونا، يتحط جنب بيليه. طبعا ما ينفعش إن إحنا نذكر أساطير التاريخ وما نقولش ميسي، وما ينفعش إن إحنا نقول ميسي. يعني مش كأس العالم مش هو المحك الوحيد، في ألقاب فردية وجماعية كتير جدا حققها هو ميسي. خده بينهم بالكيلو، بقى بالكيلو ده، الألقاب ده الفردي بالعشرة والجماعي كيلو وكل اللي كمان. بالك فيه مش طبيعي، لعيب مش بس طبيعي. خليني أقول على حاجة مهمة جدا فنيا. الصورة اللي قدامنا دي هي صورة رائعة. ليه؟ لأنها بتعبر عن الاختلاف ما بين منتخب الأرجنتين السنة دي ومنتخب الأرجنتين في كل النسخ السابقة اللي لعب فيها ميسي. أولا، القائمة أكثر تكاملا من النسخ السابقة. كان عندهم مشكلة عظيمة جدا في حراسة المرمى، اتحلت بإيميليانو مارتينيز، واحد من أفضل حراس المرمى الموجودين في العالم في الوقت الحالي. كان عندهم مشكلة حقيقية جدا في خط الدفاع، وإن كان أوتاميندي لسه موجود، وهو كارثة كونية أوتاميندي في خط الدفاع، ولكن على الأقل عنده اتنين جاهزين ممكن يدفع بيهم لو سكالوني المدير الفني للأرجنتين حكم المنطق والعقل. هيبدأ بكريستيان روميرو، هيبدأ بليساندرو، طبعا كريستيان روميرو توتنهام، وليساندرو مانشستر يونايتد. كان عندهم مشكلة في خط النص، مشكلة في خط النص مش معتمدة على فكرة انه عندهم لعيبة وحشين، ولكن كان عنده مشكلة في استخلاص الكرة وبالتالي والخروج بالكرة طبعا. وبالتالي ميسي كان بيلجأ في اغلب الاحيان ان هو يرجع لقبل نص ملعبه عشان ياخد الكرة ويبدأ يتدرج بيها هو، فبتفقد خضورته في المناطق الامامية، وهو خلاص هو في نص ملعبه بيتكالبوا عليه وبيتكاتفوا طبعا عليه. طبعا فصعب جدا ان طبعا. المنتخب كان يهدد وصول الارجنتين لفاينل 2014 وخسارته من المانيا. دي كانت معجزه بالنسبه لي، لانه الشكل العام كان لا يوحي ان الارجنتين ممكن تعمل حاجه، لان مفيش خط نص. دلوقتي انت بتتكلم في ثلاثه مهمين جدا، مع غياب لوسالسو طبعا اللي تعرض لاصابه، موجود ثلاثه: رودريجو دي بول نجم اتلتيكو مدريد، انزو بيريز اللي خاض كثير من المباريات مع المنتخب الارجنتيني، والورقه الاهم من وجهه نظري هو لياندرو باريدس. لياندرو باريدس عنده القدره على الافتكاك وعنده القدره على نقل الملعب بشكل سريع. وجود خط نص زي ده مع وجود انخيل دي ماريا في الانطلاقات الهجوميه او التحولات العكسيه السريعه، هيتيح لميسي ان هو يرتاح شويه، هيتيح لميسي ان هو يركز جهوده على منطقه الهجوم، ان هو خلاص بقى في ناس بتعرف تاخد الكوره طبعا. وتنقلها بشكل سليم، فميسي هيبقى جهوده مركزه على المنطقه الهجوميه. والنقطة الأهم والأبرز اللي بقولها في أي انترفيو، بقولها حتى مع أصحابي على القهوة، إنه مفيش جونزالو هيجوين. إنه ما إنه فيش مفيش جونزالو هيجوين اللي أهدر كم فرص رهيب. هو اللي ضيع على ميسي كأس عالم 2014 بالفرصتين المحققتين. وجود لوتارو مارتينيز نجم انتر ميلان، اي نعم في الفتره الاخيره لوتارو مارتينيز بيضيع كتير شويه، بس لوتارو عنده ميزه عن هيجوين. هيجوين لو ضيع كوره او اتنين بيفقد تركيزه، وكل تركيزه بيبقى هو ان هو يجيب جون، حتى لو هو اوت اوف فورم خلاص هو انعزل عن اللي حواليه. لو تارو لا، لو تارو مشاكس جدا في منطقه الجزاء، لو لقى نفسه اوت اوف فورم بيقدر يعيد توظيف نفسه ان هو يبدا يخدم على اللي حواليه، انه يلعب دور المحطه. هو ما بيهدرش كتير، بس لو اهدر، لو حس ان هو مش ماشيه معاه، ان هو مش موفق على الجون، بيقدر يعيد توظيفه. بس يجي علينا اليوم اللي نتكلم فيه على منتخب الأرجنتين بجلالة قدره وتاريخه، ونقول ان كان عنده لفتره ما مشكله في خط النص، وعنده لفتره ما مشكله في استخلاص الكوره صحيح، وبناء هجمه جديد. احنا بنتكلم على الارجنتين. احنا بنتكلم على منتخب كان فيه خافير زانيتي، وكان فيه كامبياسو، وكان فيه دييجو سيميوني، وكان فيه باتيستوتا واورتيجا وسافيولا. احنا بنتكلم على منتخب عظيم. ده طبعا احنا لو غير نزلنا القدام. وقفشنا 11 واحد من المواطنين العاديين في والله الشارع هتعمل منتخب زي الفل. والله. الارجنتيني عادي. بس هي الفكره في الموضوع انه الجيل الحالي
اتوسم فيه ان هو ممكن يعمل حاجه. يعني انا مرشح الارجنتين ان هي يرجع تصعد الجانب سيمي فاينل. الماضي. ممكن جدا، ممكن جدا، انا بتمناها بشكل شخصي. حتى وان كنت ما بشجعش الارجنتين، انا اللي يعرفني كويس يعرف ان انا بشجع منتخب ايطاليا، بعد منتخب ايطاليا على طول بشجع منتخب هولندا. هولندا وايطاليا، او ايطاليا اولا وهولندا ثانيا، هما هي المنتخبات ايطاليا الاقرب عليها الى القلب. العوض ومنه العوض كمان، ايطاليا عليه العوض ومنه العوض، هولندا وده برضو موجوده. من سخائف النسخه دي من المونديال. يعني ايه تبقى ايطاليا مش ما طرف المونديال؟ تفتحنيش والنبي في الموضوع ده، احسن بجد انا حاجه شايله تضايق معبي. فعلا. هولندا موجوده، ولكن خليني اقول على حاجه، انه حتى لو هولندا لعبت الارجنتين انا هشجع الارجنتين. يعني هشجع هولندا بعيدا عن الارجنتين في كل البطوله. لو حصل وهولندا وفقوا. والارجنتين تقابلها، انا هميل شويه لصالح ميسي، لان انا نفسي ان هو ياخد البطوله دي. رجوعا للموضوع الفني عشان نتكلم عن المجموعه ككل، الارجنتين طبعا اقرب المنتخبات المتواجده في المجموعه دي للتاهل، وانا برشحها ان هي توصل للسيمي فاينل. خش بينا بقى على السعودية. خش بينا على السعوديه. السعوديه عندها مجموعه مميزه، خلينا نتكلم انه عندها هتان بهبري، عندها سلمان الفرج، عندها سالم الدوسري، عندها محمد عويس عندهم حارس كرة المرمى، حلوة الحقيقة في السعودية. وعندهم كرة حلوة. السعودية من المنتخبات او من الفرق حتى السعودية اللي انا بحب طريقة لعبهم، لانه عندهم فهد المولد عبقري بالكورة ومن غير الكورة، سلمان الفرج لاعب خط وسط، هو قائد المنتخب طبعا، لاعب خط وسط من النوع اللي انا بحبه، اللي هو اللي عنده الرؤيه، بيفكرني بحسام غالي شويه في مصر، اللي عنده الرؤيه وعنده الفيجن وعنده المهاره، عنده الشخصيه حتى في الملعب. انا واحد من الناس اللي بحب سلمان الفرج جدا وبحب طريقه لعبه. سالم الدوسري واحد من احرف اللعيبه اللي موجودين في المنطقه العربيه. علي البليهي، عبد الحميد سعود الباك اليمين الشاب اللي طلع طلعه كويسه جدا وكمل عليها. يعني شايف السكواد ده ممكن يعني يأهل المملكة العربية السعودية للدور اللي بعد كده؟ تمني وتوقع، تمني، اتمنى طبعا المنتخب السعودي الشقيق يتأهل الى الادوار وتوقع. القادمه. التوقع صعب شويه في ظل وجود منتخب قوي بدنيا وفنيا زي منتخب بولندا. انا مش مرشح المكسيك انها تتأهل، انا مرشح بولندا. ممكن المكسيك تتأهل طبعا، لان هي عندهم لوزانو، عندهم عدد كبير جدا من الاسامي بس القويه بولندا في يكفي اوروبا. عندهم ليفاندوفسكي، عندهم حدوته لوحده ده. لا، بعيدا عن ليفاندوفسكي، اولا بولندا بتعاني من مشكله اللي هي اللي شفناها في اخر 3 ايام، كثره الاصابات اللي ضربت اكتر من منتخب. للاسف جت في الحارس المرمى الاساسي لمنتخب بولندا، دراجوفسكي، اللي بيلعب في نادي سبيتزيا الايطالي، اتصاب في المباراه الاخيره ليه مع سبيتزيا في الدوري الايطالي قبل التوقف الدولي. فدراجوفسكي خارج المنظومه البولنديه في كاس العالم. وكتير جدا يعني امين حارس مع منتخب المغرب للاسف الشديد امبارح تعرض لاصابه مش هيلحق كاس العالم، وفي اللي قبل كده كمان ولو سيلسو ساديو ماني وساديو ماني، في طبعا. كتير جدا. بولندا عندها بس المشكله دلوقتي في حراسه المرمى بغياب دراجوفسكي. بس لو اتكلمنا عن المنتخب البولندي بشكل عام، تلاقي ان عندهم مثلا خط وسط زي زيلينسكي. زيلينسكي لاعب من اللعيبه المبهرين في خط النص، زي ما كنت بتكلم على قوه الافتكاك وسرعه نقل الكوره من المناطق الدفاعيه للمناطق الهجوميه اللي كنت بتكلم عنها في منتخب الارجنتين. زيلينسكي لوحده بيقدر يعمل ده. زيلينسكي واحد من 3 هما المنظومه خط النص في فريق نابولي اللي قادرين لحد دلوقتي ان هم يعتلوا صداره الدوري الايطالي ويعتلوا مجموعتهم في الشامبيونز ليج ويتاهل باريحيه كامله، لان في من ضمنهم زيلينسكي. قدام زيلينسكي في ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي طبعا مهاجم قدير، طبعا فينيشر، محطه، قائد، اي طبعا حاجه انت عايز تقولها. طبعا. وجود الاثنين دول ورا بعض، زيلينسكي كلاعب 8 بيزيد يبقى لاعب 10، وليفاندوفسكي بيرجح اكتر كفه المنتخب. وطبعا باقي السكواد الكامل، مش فاكر الاسامي دلوقتي طبعا، ولكن السكواد كامل بتاع المنتخب البولندي قوي جدا. وجود الاثنين دول بيرشح او بيرجح كفه المنتخب البولندي اكتر. ولكن الامال معقوده على منتخب السعوديه. انا واحد من الناس اللي شايف انه مفيش مستحيل في الكوره. فيها مسلمات وفيها مش مسلمات، فيها اطر على الاغلب بتحصل، بس المستحيل مش موجود. المنتخب دايما السعودي في مساحه هل كافيه لوجود مفاجاه. 100%، المنتخب السعودي هل يقدر يحقق المفاجاه؟ اعتقد انه بالجيل الحالي وبالقياده الفنيه الحاليه للمنتخب السعوديه، اعتقد انه ان شاء الله ممكن يقدر يحقق المفاجاه.